رح نحكي بمساحتنا الطبية اليوم عن العقم عند الرجال والنساء. طبعا العقم هو عدم قدرة أي من الرجل أو المرأة بالقدرة على الإنجاب بسبب نسبة الخصوبة. لهيك رح نحكي رشا اليوم أكثر، يعني هذا الموضوع شائع. يمكن في ناس مثل ما كنت عم بسأله للدكتور أنه في ناس بتجيب مثلا أول ولد بعدين هاي الحالة أنه ما بقى بيجيب أولاد أو بيتأخروا كل سبع سنين. يمكن قال لي هاي ما لها علاقة، أنه مو عقم دائم فينا نسميه. أكيد اليوم في أنواع للعقم وفي حالات عند النساء والرجال، ودائما يعني الطب كان في محاولات وتجارب لحتى يوصل لنتيجة بهذا الحال. دائما يعني الأمومة والأبوة هو من أهم وأسمى وأجمل المعاني في الحياة، الله لا يحرمه لحدا أكيد. يعني اليوم رح نتوسع بهذا الموضوع، نحكي عن الأسباب وطرق العلاجات وأهم الدراسات والأبحاث. أكيد معلومات كثير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور هيثم عباسي، أستاذ في جامعة دمشق وأخصائي أمراض نساء وجراحتها ومعالجة عقم. يسعد صباحك حكيم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك الجميع، وكل عام أنتم بخير، ولسيد الوطن كل سنة وسوه سالم بعيد ميلاد السنة الهجرية. وانت بألف خير على الجميع، بالخير والصحة هيك، وخلينا نقول مستقبل أجمل والظروف أجمل يعني. إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعرف العقم شو هو بشكل عام. العقم بشكل عام هو أن يمر على علاقة زوجية متوازية وبشكل علاقة جنسية دورية لا تقل عن ستة أشهر حتى العام حسب عمر الزوجين. إذا كان عمر الزوجين قارب من 35 طالع ليس أكثر من 6 أشهر ونبدأ في عملية الاستقصاء، وإذا كانوا شباب صغار فينا نعطيهم فترة حتى السنة. بعد هذا نبدأ بالبحث عن طريق الأسباب، شو أسباب العقم، إن كان عقم ذكري ولا عقم أنثوي. اليوم رح نتناول حسب ما فهمت أنا أنه رح نتناول إحنا القصور المبيضي عند النساء، رح نحكي حالة نساء وحالة رجال وتكون في عنا ضعف بالحالة الجنسية. طبعا اي زوجين في العالم وقت نبدا في المعالجه احنا اسهل علاج واسهل طريقه لكشف هذا المشكله يجب ان نبدا بالعلاقه الانتظام العلاقه الجنسيه. اذا في انتظام بالعلاقه الجنسيه وما فيها مشاكل نبدا اول شيء بفحص الزوج. فحص الزوج بفحص السائل المنوي المرفولوجي وليس الرقمي. يعني للاسف الشديد كثير احنا بنبعث نعمل تحليل سائل منوي بيجينا تحليل سائل منوي رقمي وهذا غير كافي. يعني الأرقام الموجودة فيه أحيانا لا تعكس الصيغة الحقيقية لحالة العقم عند الزوج، فنحن بحاجة للتحليل المورفولوجي، وهذا يجب أن نلجأ إلى مخابر تخصصية بهذا الموضوع حتى لا نفقد الطريق الصحيح في المعالجة. أما من جهة الإمرأة فيجب أن نبدأ العلاج فيها أول شيء بالحالة السريرية، التأكد من حالة السرير المرأة وهو التزام الدورة الشهرية، أعضاء التناسلية سليمة، لا يوجد مشاكل في العلاقة، الانتظام الدورة الشهرية. إذا في عنا بعدين أي أعراض سريرية أخرى يجب أن تأخذ بالحسبان، ومن ثم نبدأ بتحليل هرموني للمحور الهرموني عند المرأة، وليس بتحاليل محدودة مثل ما بتجينا كثير حالات تحاليل محدودة مثلا FSH LH هذا الحال ممكن فيه. يجب أن نبدأ من النخامة وننتهي بالمبيضين. يجب أن نحدد محور الهرموني أين يوجد به الخلل، وهو أن يكون علينا ابتداء من هرمونات النخامة من FSH LH والبرولاكتين وهرمونات الدرق TSH، وأخيرا يجب أن نحصل على قيم المحصول لمخزون الإباضة، وعلى أساسه تحدد نسبة الخصوبة عند المرأة. العمر لا يعكس مركز الخصوبة، العمر عند المرأة لا يعكس درجة الخصوبة. للأسف الشديد أحيانا بتكون في عنا أعراض سريرية واضحة وأحيانا بتكون في أعراض سريرية غير واضحة. فهذا لا يعني أنه نحن يجب أن نلجأ فقط للأعراض السريرية من بحجة أن نوفر على المريضة المعالجة. أنت المريضة خاصة المرأة، الزوج لسه فينا نقول إذا حصلنا قدر الإمكان نطاف بإمكانه أن يجد امرأة، لكن العمر الإنجابي عند المرأة محدود تقريبا بنقدر نقول من سن البلوغ حتى عمليا 42 سنة. طبعا في طفرات بالخمسين بالـ48، هي طفرات وليس واقع عالم، حالات نادرة. فحالات الطبيعية محصورة بزمن معين، فلحنا كل ما بنخسر زمن عن نخسر هي الحقيقة عملية الإخصاب عند المرأة. وكل ما لجأنا لتداخلات جراحية غير لازمة ولتحريض جائر عن تفقد المرأة احتياط البيوت تبعها. المرأة وسطيا بكل مقاييس العالم وسطيا عندها 400 بيضة هدلهم بتروحهم خلال 33 سنة و 3 شهور، لكن هذا الرقم وسطي، في بجوز يكون 10 بيضات، بجوز يكون 400 بيضة، بجوز يكون 200 بيضة بويضة عفوا.
فللأسف الشديد يجب أن نتعامل مع هذا الرقم بشكل حذر وتقنية عالية، لأنه إحنا ليس فقط إذا خسرنا البيوض أن نخسر فقط حالة الخصاب، إحنا بندفش المرأة لعملية شو صنداهي مبكر. يعني المرأة وقت إحنا نخسرها عملية التمايز المبيضي والعمل المبيض الحقيق، نحن دفشنا فيها بسن مبكرة إلى سن اليأس. فللأسف الشديد بيجينا مراجعات كثير مثلا بنات عمرهم 22 24 25 سنة قد خضعوا لمعالجات عقم شديدة، منها جراحية ومنها إلى آخره، وصار عندهم نضب أو قصور مبيضي. هذا يؤدي فيهم كأن الوحدة عمرها 22 23 سنة صار عمرها 50 سنة. أثرت سلبا. هلا نحن بنحكي كلمة صغيرة على القصور المبيض. تفضل. احنا رقم عنا الخصوبة عند المرأة وهو مثلا ناخذ الاحتياطي المبيض الانهيبين والآي ام اتش، هدول بيعكسوا لي عدد الجريبات الموجودة احتياطيا عند المرأة. طبعا هم بيلعب عقم مناعي، بيلعب 100 قصة، بيلعب 100 قصة قصة، بس احنا هذا الرقم بيعكس لي الصورة الحقيقية للمرأة عن حياتها، وليس فقط الإنجابية وحياتها الأنثوية كجنس أنثوي. فللأسف الشديد هذا الرقم أن نتعامل معه بحذر شديد. هلا في حال قصور هذا الرقم ولم نستطع وجود اسباب حقيقيه له، يجب ان نلجا هون بالمعالجات الغير تراديسيون، يعني غير المعالجات المعروفه بشكل كلاسيكي. طبعا للاسف الشديد في كثير لغط حوالي هذا الحديث. صحيح. اول معالجات حدثت من 10 سنوات او 12 سنه بلشت هي بالستيم سيلز بالخلايا الجذعيه. طبعا الخلايا الجذعيه شغل العلم الحديث هذا، وشغله من الشغلات الخارقه اذا استطاع الطب فعلا ان يطوعها يوما ما لكل شيء، لأنها هي تلغي عمليا كل عمليات التشوهية أو القصور الجسدي بجسم، يعني مو بس بالإخصاب. لكن الحصول عليها حاليا هو فيه شوية صعوبة، وهي مكلفة. حكيم نسمع أنها مكلفة جدا. هاي بدك تاخذي تعملي مثل فلترة للدم لنطلع منه أجزاء بسيطة من الخلايا الستيم سيلز، والستيم سيلز اللي احنا بيهمنا شيء وقت نحقنها بأي عضو بدنا نحدثه، هو بيحدث وبينشط خلايا الستيم سيلز غير الموسومة، فبيعيد عمل هذا العضو. يعني بالسويد جرت أكثر من حالة، أكثر من 12 حالة على عمل بصري بسبب ضمور العصب البصري، فعاد العصب البصري للعمل. صار عنا بالخشكريتسا، صار عنا بداء السكري، صار في عنا قصص. لحنا هلا اتطور العلم شوي فوجد انه عنا مشكله احنا بالستيم سيلز بالخلايا الجذعيه، في صعوبه في تحضيرها، فلجا لشيء من مكونات الدم، شيء ثاني وهو البلازما. قبل ما نروح على البلازما، وهي تقنيه جدا مهمه، وشفنا يعني خلال اذا بنعمل بحث على الانترنت انه في محاوله او في تجارب نجحت ولا سيدات باعمار يعني تجاوزوا ال 40 سنه. خلينا بس نوضح هون فكره، يعني كثير من الصبايا والشباب بعد زواجهم بسنوات رب العالمين ما بيطعمون اولاد، فبيروحوا للطبيب بيساووا الفحوصات اللازمه، يعني طبيا سريريا يعني الدكتور بيقول لهم انتم ما فيكم شيء، يعني بتكون الاسباب غير واضحه للعقم اليوم، وبقول لهم انتظروا. يعني اليوم هاي الحاله شو فينا نسميها؟ طبعا هذه انا بعتبره هذا من غلط طبي. يعني احنا وقت بنروح من مريض بيجي لعندي صار له 7 سنوات على اساس انه ما فيه شيء هو او مرته، وعلى كل مره بيروح على الدكتور بيقول له ما فيكم شيء، تابعوا انتم، تابعوا المعالجه، تابعوا المراقبه. هون المراه او الرجل عندي يخسر خساره كبيره جدا جدا من عمرهم الانجابي. اول شيء وقت في عقم، في عندنا عقم اسمه عقم المناعي. هذا غير مفسر. وفي عقم الهرموني وهو ضعف الهرمونات، وفي عقم بسبب تشوه الاعضاء التناسليه. فيجب ان يحدد حاله المريضين هذولين باي مرحله من هذول، باي خانه من الخانات هي، هل هو عقم بسبب تشوه الاعضاء التناسليه، هل هو عقم بمحور هرموني، ام هو عقم مناعي. اما نقول للمريض روح وقبل لك سنه سنتين بترجع، هذا للاسف الشديد خساره كبيره للزوجين، خساره بالعمر الانجابي، خساره بالعلاقه الزوجيه اللي بجوز تحتد ويؤدي الى طلاق او ما شابه ذلك. يعني في مشاكل اجتماعيه واجتماع، مشاكل جسديه ومشاكل نفسيه بتصير. فللاسف الشديد انا بعتبره هذا التسويف. يعني كثير بيجي ضاع الوقت. انا كثير بيجيني ناس صاروا مثلا 7 سنين و8 سنين، طب مثلا كان عمرها مثلا 35 سنه عم تجيني عمرها 43 سنه، انه ليه ما صار عم تنتظر؟ طب ليش ما اجيت بهداك؟ وليش ما راجع هون؟ هذا الغلط الكبير هذا.
انت بجوز ما تقدر تشخص، خلي غيرك يشخص. يعني احنا في شغله، ليس كل طبيب نسائيه هو معالج العقم، وليس كل طبيب بوليه هو معالجه العقم الذكري. هدول فيه تخصص. للاسف الشديد في كثير احنا لغط انه بنلاقي كل بده يعالج، بس الطريقه بتكون في على حساب المريض، خساره من حساب المريض وليس من حساب الطبيب. الزمن ليس من حساب المريض، العلاقه الجسديه ليس من حساب الدكتور، وغير هذا الهدر المالي الهائل. تماما. يعني اول شغله خلينا نحطها نقطه صغيره، احنا معالجات العقم مكلفه جدا. يعني هو مشان دائما، هلا انا اشتغلت اكثر من دوله في العالم، العقم لا يخضع للانشورنس، لا يخضع للضمان الصحي. فاي واحد بده يجي لمعالجات العقم يجب ان يضمن انه يكون في امكانيات ماديه. تماما. لانه العقم في كل دول العالم هو حاله انسانيه، لكن في عندنا حالات اللي احنا بتكون اسعافيه اهم من حالات العقم، فتحاليل العقم غاليه، متابعة بعلاج العقم غالية، أعمال الجراحية غالية جدا، أوساط التي تستعمل لتحسينه غالية جدا. دكتور خلينا نحكي أكثر عن تقنية البلازما لعلاج العقم. هلأ نحن مثل ما حكيت في البداية أنه الستيم سيلز خلايا جزئية تعوضت عليها هلأ بالبلازما. ليش تعوضت؟ لأنه خطورة التحضير وصعوبة التحضير هي أسهل. أسهل. طبعا البلازما هي محتوى من محتويات الدم بجسم. في ناس كثير بتقول لك هذا غلط، هذا ما بيصير. طيب انت ما عم تعطي جسم اجنبي، عم تعطي نفس الماده جسم. تمام. وين الغلط اللي صاير؟ الغلط اللي صاير انه البلازما استبيحت. يعني مثلا بتروح على مراكز مثلا الشعر تلاقي حلاق عم يستعمل بلازما. يعني البلازما هي ليس فقط فصد الدم واخذ بلازما، هذا غير صحيح. نحن البلازما هي بتحوي على كريات وصفيحات التخسر، صفيحات التخسر عليها جروث فاكتورز، عليها عوامل النمو. عوامل النمو هي اللي تحرض الستيم سيلز، تحرض الخلايا الجذعيه. هذه الخلايا الجذعيه والستيم سيلز لا تحرض الا باوساط. الاوساط العالميه المعروفه حاليا هي الميزو والجلوكونات والارشيدون. وفي نحن هلا عاملين بحث، او كذا شخص بالعالم عاملين ابحاث عن اوساط جديده. يعني ما عاد استعملت هدول لان نسبه النجاح تبعهم ضعيفه. في اوساط جديده هلا ناشي اربع ابحاث انا ببريطانيا بهالاوساط هذه. مو حديثنا، حديثنا انه نحن هالاوساط الجديده كمان مكلفه. يعني انت بتروحي مثلا لعند دكتور بيقول لك البلازما اللي يسوي لك اياها مثلا على سعر اليوم مثلا 100,000. طيب اذا بين بلازما وبين كذا وبين كذا بكلفنا 300,000 400,000، انت شو عم تحط له للانسان هذا؟ تماما. معناتها للاسف شديد، اما كعلاج بالبلازما هو ليس العلاج البديل، هو العلاج المؤقت حتى نستطيع ان نحصل الستيم سيلز بالشكل الصحيح، وان نكون بامكان استخدامهم لكل الناس. يعني احنا بامكاننا نحصل ساعتها خلايا جذعيه مثلا من اكس انسان نستعملهم بواي. هلا احنا هذا غير موجود هالتقنيه، فعلجأنا اللي هو عوامل نمو بالبلازما. فهذه العوامل النمو اما تحقن بالرحم، بالنسبه للنسائيه قلنا تحقن بالرحم وتحقن بالمبيضين وتحقن بالخصيتين عند الرجل لتحسين النسب. طبعا نحن اذا اخذنا من 100 حاله حاليا على دراستنا فينا نقول احنا حصلنا 15-16% حالات نجاح. اذا كان طبعا النقطه بين هلالين، اذا كانت الاعضاء سليمه. يعني انا كثير اجاني حالات كلاين فلتر مثلا رجال عندهم عمليه تشوه خلقي، فكروا ان احنا اذا عملنا العمليه بتصير ترجع الامور طبيعيه. هذا غير صحيح. يعني انت اذا في تشوهات بالبنيه الوراثيه احنا صعب حاليا، هذا بده عمليه علاج وراثي صعب. فهي العمليه بالعمليه البلازما ترفع الخصوبه ولمده 6 أشهر 7 أشهر بتحسن لي وضع الخصوبه ولا تعيد الاستمرار للشباب لفتره زمنيه مؤقتة. حتى احصل انا فيها البيوض واعمل القاح صناعي او ما شابه ذلك وحصل الانجاب. طبعا في نتائج صار كثير جيده بالعالم بمراكز كبيره، ونحن ان شاء الله حنواكب هالموضوع هذا والنجاحات مستمره ان شاء الله. طبعا للاسف شديد قلت لك لا نلجا بس للعمليه الغير علميه، نلجا بالعلم لهالشيء. طيب دكتور ذكرت انه النسبه من 15 ل 16 يعني هي مرضيه امراه من 100 بالمئه هي مرضيه بالنسبه لكم كاطباء؟ يعني على انا رح احكي شغله واحده، مثلا بارقى مراكز الخصام المساعد في العالم. طبعا احنا هون بنسمع مثلا المركز الفلاني مثلا باليابان 90% نسبه النجاحات تبع المركز، هي نسب طبعا شوي مبالغ فيها اعلاميه. هي النسب الحقيقية من الخصاب الحقيقي ما تتجاوز 7.5%. يعني احنا لو كان في عنا نسبة نجاح 30% في العالم ما صار في عقم. صحيح. فهمت شلون؟ فوقت ناخذ نحن حالات معقدة ما بتتجاوز 7.5%، فنحن وقت بنكون من 100 حالة طبقنا ونجح عنا 15 ل 16 حالة، هذا يعتبر انا بالنسبة لي يعتبر هذا رقم مو هائل، سوبر هائل. فهمت شلون؟ يعني انت وقت تقولي
أنا مثلا من كل 10 رجال أو كل 15 رجل حصلت رجل صار في عنده إنتاج نطاف، هذا موضوع يعني. أنا مثلا مبارح كان عندي إرجاع لرجل صار له 13 سنة ما عنده نطاف، سوينا له نطاف وجمدنا له وعملنا له إرجاع. هلا يعني هي شغلة بالعلم تعتبر يعني بالعلم الكلاسيكي هلا ما لها تفسير، يعني بالطب الكلاسيكي حاليا ما لها تفسير. مشان هيك بتلاقي فيها هلا خلاف بين الأطباء، إنه ناس يقول لك هذا كله كذب كله كذا، هذا غير صحيح. العلم بده يتطور، نحن ما نوقف في أرضنا، خلينا ماشيين مع القطار ولا ننزل من المحطات، نوقف في أرضنا صراحة أقول لك إياها. فالنسب مثل ما قالت الآنسة هون، النسب صحيح قليلة بس يعني بالنسبة لنا هي واعدة للمستقبل، بجوز ترتفع إذا أوجدنا المعادلات الحقيقية وأوجدنا الصيغ الحقيقية والأوساط الحقيقية، يعني مثل اللي أوجدوا الميزة ونحن الأوساط يعني نشتغل فيها أوجدناها نحن، بجوز السجيجي مجموعة من الأطباء أوجد أوساط فعلا نتحرض هالشيء هذا ويكون النجاح مطلق يعني. إن شاء الله إن شاء الله بنتمنى أكيد يعني اليوم النسب ترتفع ويصير هذا الموضوع من الحالات البسيطة. يعني اليوم المريض عم بيعيش بحالة، ممكن حضرتك دكتور وبتعرف قديه نفسيا وماديا ومعنويا يعني هو سيء بهي المرحلة. يعني نصائح أخيرة دكتور، حابب تقول شيء بهذا الموضوع، وخاصة نبعد عن الأقاويل الشائعة يعني ونروح دائما للفحص الدوري. رح أعطيك لمحة صغيرة قبل ما نبلش بالنصائح. أنا عندي أكثر من 15 حالة فتاة تقريبا عمرهم 21-22 سنة غير متزوجات، صار عندهم مشاكل بالدورة الشهرية. طبعا وقت عملنا لهم التحاليل العامة طلع عندهم قصور مبيضي. هالقصور المبيضي هذا بيأثر فيهم ليس فقط الحالة الإنجابية لساعتهم ما تجوز لهم، بيأثر على محور حياتهم الهرموني الجسدي العقلي كل شيء. فهدول يجب أن يتابعوا عن أطباء. طبعا العلم ليس واقف فقط لحاله الاخصاب مثل ما حكينا، تمام، كمان واقف كمان لتحسين الحاله العامه. يعني احنا وقت الفتيات اليوم بنعدهم عمليه الدوره الشهريه، بنعدهم عمليه محور التفاعل الانثوي بجسدها، عقليتها راح تختلف وتصير حياتها شيء ثاني. طبعا احنا النصائح العامه كل فتاه او كل رجل يجب ان يخضع للفحص بشكل كل فتره وفتره دوري. انا بنصح كمان كل فتاه قبل ما تتزوج تعمل فحوصات تخصصيه إذا شكت بأي عرض من الأعراض موجودة عندها. ثاني شيء والمهم جدا جدا هو إنه نبتعد عن المواد السامة، يعني المواد اللي ما بنعرفها نحن شو هي مصدرها. مثل شو يعني مثلا نحن اللي في عندنا الملونات والصبغيات الموجودة بالأغذية. هلا على فكرة في أغذية تغذى تلون بألوان طبيعية، لكن في ألوان غير طبيعية بتكون أرخص للمصنع فيتؤدي إلى عطل ومشاكل ما بنعرف نحن وين بتوصلنا. ثاني شيء اعتماد الاكل المغذي الخضار والفواكه عند الفتيات او عند الشباب، الاقلال من التدخين قدر الامكان وخاصه الارجيله المنتشره بشكل طبيعي. يعني بس انا بدي اعطيكي لمحه صغيره انه كل نفس ارجيله تقريبا 20 باكيت دخان. فاتمنى اتمنى انه تخففوها خففوها هي، لانه هي اكثر شيء بيحرق المبيضين والانجاب عند الذكر هو الدخان. ان شاء الله دكتور بالصحه والسلامه لجميع النساء، ومثل ما قلنا هيك الله لا يحرم هي النعمه لحدا. شكرا دكتور لوجودك اليوم. الدكتور هيثم عباسي استاذ في جامعه دمشق واخصائي امراض نساء وجراحتها ومعالجه عقم. شكرا كثير لكم وشكرا لحضورك. ان شاء الله الله هيك بعيد العام القادم بيكون كل شيء افضل بافضل حال يا رب. والله ماشي هالشوبة علينا شوي. آمين. الله يكفيك. يعطيك ألف عافية دكتور وشكرا لحضورك معنا.